السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءاتكم بالعلم والمعرفة. هذه تحية لكم من عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد، ومني أنا محدثكم محمد جار الله، فأهلا وسهلا بكم. لقاء متجدد بكم عبر أثير تزامن يحمل شعلة الإبداع والابتكار ويسمو نحو معالي التميز وصناعة الفرق. لازلنا نقلب معكم صفحات الابتكار ضمن سلسلة الابتكار التي بدأناها قبل 3 أسابيع، وصفحتنا الليلة من الصفحات المتميزة في الابتكار بموضوعها وضيفها: ريادة الأعمال حلم يداعب الكثيرين وهدف يسعى لتحقيقه المتميزين، وقد يكون نتيجة لعمل مستمر وجهد متواصل لمشروع مبتكر. من أين تأتي أفكار المشاريع المبتكرة؟ وكيف نحول هذه الأفكار إلى منتجات؟ وهل يجب أن يكون ريادي الأعمال مبتكراً لكي ينجح؟ هذه الأسئلة وغيرها تجدون إجاباتها لدى ضيفنا الخبير والمتخصص في مجال ريادة الأعمال المهندس بسام الخراشي. لديه أكثر من 20 سنة خبرة في مجالات الابتكار في مجال الأعمال وتصميم الخدمات وإدارة إجراءات العمل والإدارة الاستراتيجية وإدارة المشاريع من خلال عمله في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة الرائدة في المملكة العربية السعودية. ساهم المهندس بسام في تصميم وتأسيس وإدارة مجموعة من الشركات، وكان آخرها منصة مجتمع ريادة الأعمال IB والمرخصة من منشآت كحاضنة ومسرعة أعمال. فأهلا وسهلا به وبكم، تفضل مهندس بسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا على هالمقدمة، وأشكر الحضور على مشاركتهم في هذا الويبينار، وإن شاء الله لو نقدم الشيء البسيط لهم بإذن الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اللقاء هذا، وبنتكلم إن شاء الله عن الابتكار في ريادة الأعمال وكيفية تحويل الأفكار إلى مشاريع ريادية. الحديث في المجال هذا طويل، وفيه يعني أمور كثيرة وأدوات وأساليب كثيرة، لكن نحاول نختصرها في هذه الساعة بإذن الله. طيب، اليوم الكثير منا عنده أفكار، ما في شك. اليوم يمكن الواحد يصبح ولا يمسي ويلقى في باله فكرة جديدة، ودائماً تطري على بالنا هذه الأفكار، وغالباً الأفكار هذه تأتي من أشياء إحنا قاعدين نشوفها أو تمر فينا في حياتنا، من مشاكل سواء مرينا فيها أو شفنا الآخرين أو غيرها من تحديات، ودائماً نيجي في بالنا ليه ما يصير في كذا، ليه ما يكون فيه شغلة فلانية، ليه ما أحد سوى الشغلة فلانية وما إلى ذلك. فالجميع تقريباً بدون استثناء تأتي في باله الأفكار، لكن يعني للأسف تأتي الأفكار والغالب تطير. في دراسة أعدت وجد أن تقريباً 97% من هذه الأفكار أو أصحاب الأفكار لا يتحركون ويأخذون خطوات في تنفيذها. يبقى 3% هم اللي يعني يأخذون خطوة أساسية ويبدأون في عملية التنفيذ، وإن شاء الله الحضور جميعاً اليوم يكونون من هذه 3% للتنفيذ. طبعاً لها أسبابها، ومن ضمنها يمكن الخبرة، المعرفة، الرغبة، المخاطرة وما إلى ذلك. طيب، كيف أنقل فكرتي إلى مشروع ريادي وأتجه إلى السوق ويكون عندي منتج موجود في السوق؟ في دورة معينة تبدأ عادة من 4 مراحل. أول ما تبدأ عندنا الفكرة، نحتاج أول خطوة أن احنا نحولها إلى مفهوم، شيء اسمه مفهوم المشروع. كثير للأسف يبدأ من الفكرة ويتجه على طول للتنفيذ ويبغى يطلع في السوق بسرعة، ويمر بتجارب وصعوبات وتحديات كثيرة، وهذا طبيعي. لكن كيف نقلل من هالمخاطر هذه ومن التحديات بشكل كبير ونرفع نسبة النجاح؟ اليوم كثيرين
وهذا طبيعي برضو أن عندنا أفكار مثلا تتمحور حول تطبيقات الجوال كمثال، على طول أبغى مبرمج، أبغى أحد يساعدني في التطوير، شريك تقني وغيرها، أبغى أنفذ وأطلع للسوق. لكن قبل ما أطلع للسوق أحتاج أمر بالمراحل هذه، وهذه جميع المشاريع الريادية والابتكارية وغيرها مرت بها المراحل هذه. وأي شخص يبغى ينفذ مشروعه بيمر بالمراحل الأربع هذه سواء أدرك أو لم يدرك. والشغلة الثانية، حتى لو رحت من الفكرة وتبغى تنفذ وتستعجل بتمر برضو بالمراحل هذه، لكن بتمر فيها بتكلفة عالية وغالباً بيصير فيها أخطاء كثيرة. المراحل هذه دائماً لخصها من الفكرة إلى مفهوم المشروع، من مفهوم المشروع إلى النموذج الأولي، من النموذج الأولي إلى المنتج أو الـ MVP، ومن المنتج إلى السوق. شغلة مهمة جداً في الأفكار هذه المشاريع الريادية، نحتاج فيه ثلاث عناصر رئيسية نحتاج أن احنا نحققها في أي فكرة، وهذا يأتي طبعاً من مرورنا بالأربع مراحل فنتأكد أنها تنطبق عليها الأشياء. أول شيء تكون الفكرة هذه سواء منتج أو خدمة مرغوب في رغبة عند الناس بهالمنتج أو الخدمة هذه. الشيء الثاني قابل للتطبيق، يعني نقدر ننفذه، ما يكون فيه احيانا بعض المشاريع او الافكار مرغوبه او يعني صعب تطبيقها، يا اما لوجود تشريعات او تحديات تقنيه او غيرها. والنقطه الاخيره انها تكون مجديه، فمعناه ان الافكار يجب ان تكون مرغوبه ومجديه وقابله للتطبيق. اليوم نحتاج يكون عندنا نوع من التفكير الابداعي، نحتاج احنا نطور مهاراتنا. طيب كيف الواحد يكون مبدع وما الى ذلك؟ الابداع او الابتكار او الافكار بشكل عام هي تاتي من خلال الخبره والمعرفه عند الشخص. فكلما كان الشخص عنده اطلاع، عنده معارف معينه، عنده تجارب وما الى ذلك، تتطور لديه الافكار والابداعات كل ما تحسن. عشان كذا واحدة من الأشياء المهمة يحتاج أن الواحد يعني يعرض نفسه لأمور كثيرة، ما يخاف من الأخطاء، يجرب، يشوف ما إلى ذلك، يحاول أنه يتعلم من الأشياء هذه كلها بحيث أنه يقدر يطبقها. أنا من الناس اللي يؤمن أن كل شخص مبدع، يولد مبدع، لكن أحياناً الظروف أو البيئة أو كذا تضعف الأدوات الإبداع عنده أو تبدأ تخوفه من أنه يبدأ يطبق الأشياء هذه كلها. لكن الإبداع والابتكار له أدوات ممكن نتعلمها وممكن نقدر نبتكر مشاريع ريادية. فهذا النموذج اللي أمامكم، وبمر على أتكلم عن المفهوم، عن النماذج الأولية والمنتج اللي هو الـ MVP بعد ما نتكلم عن النموذج هذا. دائما إذا عندك فكرة اللي في النص، بدءا من النص النقطة المحورية، حاول أو حاول إنك توصف الفكرة هذه في أقل من 140 حرف. 140 حرف اللي هي حق تويتر أو الرسائل، ممكن توصفها بأكثر، لكن ليش نقول أقل من 140؟ هل تقدر توصلها بطريقة سهلة وسلسة في جملة الآخرين يفهمونها ولا لا؟ إذا ما قدرت أنك توصلها بطريقة بسيطة وسهلة باختصار، معناه ممكن الجزء المتبقي والخطوات الباقية ممكن تصير عليك صعبة. فهذه واحدة من الأشياء. بعد ما يكون عندنا الفكرة هذه نحتاج نبني شيء اسمه مفهوم، مفهوم المشروع، مفهوم الفكرة، نتكلم عنه ونشوف مثال عليه. ومن المفهوم هذا نصمم النموذج الأول اللي هو يسمونه البروتوتايب. المفهوم بالإنجليزي يسمونه بزنس كونسبت وليس البزنس موديل أو نموذج العمل التجاري، شيء يختلف هذا. النموذج الأولي اللي هو النموذج الأولي البسيط اللي نقدر ونشوف أمثلة على طريقة النماذج الأولية. بعدها حاول أنك تشارك فكرتك، سميها أحيانا المشاركة الاجتماعية الفكرة، وهدف منها أنك تحاول تنضجها أكثر قبل ما تروح للمرحلة اللي بعدها، لأنك بتبدأ
في تكاليف. وهنا إذا وجدت أن الفكرة هذه يعني قد تحتاج أني أطورها أو أضيف لها شيء، ممكن أرجع مرة ثانية وأطور المفهوم وأطور نموذج أولي جديد، ومن ثم أنطلق بعد النموذج الأولي، بعد اختبار النموذج الأولي أبدأ أروح أصمم المنتج وأبنيه اللي هو الـ MVP، وبنتكلم عنها الـ MVP وأمثلة عليها. بعد ما أبني المنتج وأختبره والناس تبدأ تتفاعل معه الواقع، نبدأ عاد بعدين نخطط الإطلاق بشكل كبير وتوسعي، ونطلق المنتج بإذن الله ونحقق النجاح. وبعد كذا ترجع لنا الدورة مرة ثانية، أني أبدأ أبحث وأبتكر من دورة مستمرة، بحيث أني أطور خدماتي ومنتجاتي بشكل مستمر بإذن الله. خلنا نتكلم عن التصميم مفهوم المشروع. دائما نحب نقول أن الابتكار هو فن التعامل مع عدم اليقين. اليوم عندنا لما نبغى نبتكر فإحنا داخلين في شيء مجهول، لأنه لو كان معلوم ما صار ابتكار، نفذناه بسهولة. لكن في عناصر كثيرة غير معلومة لنا، فطبيعي أول ما نبدأ بالفكرة ونبدأ مرحلة تصميم مفهوم مشروع نكون شوي حائرين ومرتبكين، وفيه متغيرات كثيرة وأشياء مجهولة بالنسبة لنا، وهذا طبيعي. مفهوم المشروع بيساعدنا إحنا نرتب أفكارنا بشكل أوضح وأسهل. لما نروح للنموذج الأولي ما زال فيه بعض الغموض، لكن نقدر على العمل على النموذج الأولي البروتوتايب واختباره، تبدأ الأمور تكون أوضح، ونبدأ بإذن الله يكون المنتج جاهز لإطلاقه. فهذه المراحل بالذات المراحل الأولى اللي فيها الغموض طبيعية، وأسوأ شيء أني أبدأ من الفكرة أني أروح أبغى أنفذ وأنا عندي هذا الغموض، لأن لما أنفذ الناس اللي بتنفذ لي وبشتغل معها في التنفيذ بتسألني أسئلة كثيرة. مثال، لو بعمل خطة تسويق، اللي بيشتغل لي على خطة تسويق بيسألني أسئلة، إذا ما أقدر أجاوبها في النهاية ممكن أفترض أي شيء وبعد كذا تطلع خطة سيئة، وهذا كثير يحدث. اللي بيطور التطبيق كمثال، لو خلنا التطبيق بيسأل أسئلة كثيرة عن طريقة التطبيق والبزنس ريكوايرمنتس أو متطلباته وغيره، إذا ما قدرت أجاوبها فأنا بفترض والمطور بيفترض، وفي النهاية نطلع بشيء خطأ. لو بصمم لي محل، المصمم اللي بصمم الديكور كذا بيسأل برضو أسئلة، إذا ما أقدر أجاوبها في النهاية ممكن يطلع التصميم خاطئ والتوزيع خاطئ. فنحتاج إحنا كرياديين ورياديات إن إحنا نشتغل على المفهوم، نطور الفكرة وننضجها وننضج نفسنا معها، بحيث إن إحنا نرفع نسبة النجاح بإذن الله. طيب، الأفكار من وين تجي؟ الأفكار عادة يا أما أنها تأثر فينا، الأفكار من ناحية المشاكل اللي نمر فيها، فقاعدين نشوف مشاكل نمر فيها أو حولنا أو نشاهدها في المجتمع، أو نمر بتجاربنا الشخصية والمشاكل والتحديات، فيبدأ العقل طبيعي أنه يبدأ يتصور أشياء ويتخيل أشياء، المنتجات أو خدمات أو مشاريع. هذه الأشياء لو كانت موجودة فهي بتساعدنا أن احنا نحل هالمشاكل والتحديات. فدائما لما تجينا الأفكار هذه والأشياء هذه كلها، حاول أنك تسجلها عندك في دفتر ملاحظات وما إلى ذلك، يوما ما تلقى بعض الأفكار أنك تبدأ تقدر تطبقها. الشيء الثاني اللي أثر على أفكارنا اللي هي التوجهات، أو بالإنجليزي يسمونها ترند. اليوم دائماً تمر فينا موجات من هالتوجهات هذه. تذكرون قبل فترة طلع مثلاً الفود تراك اللي هي عربات الأكل، تشرت بشكل كبير مرة. بعدين جت بعدها موجة من المشاريع القهوة المختصة، كذلك كثير من المشاريع وما زالت تأثر علينا اللي هي تطبيقات الجوال.
فأول ما أفكر فكرة أسوي لي تطبيق جوال، أول ما أفكر فكرة أسوي لي تطبيق جوال، وهذا مرة ثانية طبيعي. الريادي الناجح أنه يفهم هذه التوجهات والترندز والموجات هذه اللي تجي، ويكون برضو مستشرف للموجات الجاية منها أو التوجهات والترندز اللي جاية والقادمة، بحيث أنه يستطيع أنه يبدأ يركب موجة من هذه الموجات من بدايتها ويحقق نجاح، ويكون مستعد إذا هذه الموجة بدأت تنهار أو تقع يكون جاهز للموجة اللي بعدها واللي بعدها، فيبدأ يحقق الاستدامة والنجاح. طبعاً الترند هذه لها مصدرين. المصدر الأول اللي هو عامة الناس، أشياء مراقبة تصرفات الناس وسلوكياتهم وغيرها، قاعد أشوف ترندز أو توجهات معينة أو أنماط معينة تقدر أني أستفيد منها في عمل مشاريع أو أبتكر مشاريع ومنتجات وخدمات. والشيء الثاني أو المصادر الأخرى اللي هي الشركات الكبيرة، مراكز البحوث، الحكومات وغيرها. مثلاً اليوم لو جينا عندنا في المملكة العربية السعودية عندنا اللي هي الرؤية 2030. رؤية 2030 هذه قاعدة توجه الأفكار والمشاريع مثلاً في مجال الترفيه وغيره، جودة الحياة وغيرها. فالريادي الناجح أو الذكي يبدأ يبحث في هذه الأشياء ويشوف وين التركيز عليه وممكن أنه يطلع بأفكار وحلول لها، ويكون برضو مستعد لما هذه الأشياء تبدأ تخف ويبدأ يتبع موجة جديدة في نفس النطاق أو الأفكار يطورها، ويكون دائماً في مرحلة تطوير وابتكار بحيث يحقق لها الاستدامة. الشيء الثاني، هذه التوجهات يا أما أنها تكون على مدى قريب تطلع فجأة وتنتهي، يعني زي الفود تراك ولا القهوة المختصة، تطلع بعد فترة تنتهي، تطلع بعد فترة، أو أنها تأخذ مدى بعيد تطول تقعد سنوات، زي اليوم الرؤية قاعدة تأخذ فترة طويلة وبتأثر علينا حتى ما بعد الرؤية. فكيف أني أبدأ أشوف، حتى مو معناها أن اللي تأخذ فترة قصيرة وتوقف أنها سيئة، لا بالعكس، ممكن الواحد يستشرفها ويبدأ فيها قبل الآخرين ويحقق نجاح ويبدأ يتحول إلى شيء جديد. فواحدة من الأشياء اللي دائماً ننصحها، ابحثوا في تصرفات الناس وغيرها واللي قاعد يصير حواليكم، البحوث، الدراسات، الخطط هذه اللي موجودة اليوم، وبتطلعون كثير من الأفكار الريادية اللي ممكن أنكم تطبقونها وتحقق لكم نجاح بإذن الله. خلونا نتكلم عن المفهوم. المفهوم المشروع، أبي أقول لكم قصة، هذا مثال عليه. القصة عندنا شخص حاب يحب الأكل العضوي ومهتم صحته وبالأكل العضوي، ولأن حوالينه ما فيه محلات كثيرة للأكل العضوي وغيرها، ويتعب لما يجيب الأكل العضوي مع ذلك، ففكر قال ليش ما أسوي لي محل يبيع الأكل العضوي. فهذه على طول هذه الفكرة الأولى اللي جت في باله، خصوصاً أن الآن بادي ترند على موضوع الأكل العضوي، فقال ليش ما أعمل لي محل أسوي أكل عضوي. لكن قبل ما يبدأ على طول يروح ينفذ ويستأجر وما إلى ذلك، بدأ يشتغل على المفهوم. المفهوم أول شيء أبدأ أبحث عن من هو شخصية عميلي. شوفون تحت على اليمين، هذه واحدة من عناصر المفهوم العميل، الشخصية اللي يسمونها بالإنجليزي البيرسونا، ولها أدوات وأساليب في بحث التصميم. فدي يبدأ يشوف من اللي مهتمين في الأكل العضوي، كيف تجاربهم، ليه اهتمامهم في الأكل العضوي وما إلى ذلك. فبدأ يبحث النقاط هذه وبدأ يكتشف أشياء منها، بدأ يروح يصمم اللي هو هذه نسميها هذه الإيكو سيستم ماب أو خارطة النظام البيئي للمشروع، والمقصود فيها العناصر اللي حوالينها في الخارطة هذه، المحل وغيرها والناس وما إلى ذلك وطريقة تفاعلهم وما إلى ذلك. وكان عنده فكرة التطبيق لها اللي هو العنصر الرئيسي اللي في النص اللي هو التطبيق. منها عمل رحلة العميل أو ستوري بورد حقته وقصته وما إلى ذلك، عمل هوية بسيطة
وتلاحظون أنها بسيطة، صور وما إلى ذلك، إحنا ما نتكلم عن تصميم نهائي أو غيره، هي أشياء بسيطة. منها بدأ يكتشف أشياء جديدة. واحدة من الأشياء اللي اكتشفها أن القضية ما هي فقط الناس تبحث عن أكل تبغى تشتري أكل عضوي، لا، عندهم اهتمام أكبر. فيه جزء كبير الفئة هذه تبحث عن تستمتع بزراعة الأكل العضوي في منازلها، ويبحثون عن طرق لزراعة الأكل العضوي. فبدال ما يبدأ يعني يفكر بالمفهوم البسيط محل يبيع أكل عضوي، لا، تلاحظون أنه بدأ يفكر كيف يعمل ورش عن طريقة الأكل العضوي واستزراعه وما إلى ذلك. من الأشياء اللي اكتشفها برضو، لأن الناس تحب الأكل العضوي وغيره يحبون يزرعونه، قال ليش ما أوفر لهم الأدوات تكون عندي، ومن الأدوات هذه أقدر أجرها عليهم ويستخدمونها ويرجعونها لي. برضو يحبون الناس قضايا اللي هو الـ 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 الأكل وغيرها، فقال برضو ليش ما يكون عندي جزء من المكان اللي أنا بشتغل به مكان للطبخ وتقديم الأكل، وجبات الأكل العضوي البسيطة. ومنها يبدأ يبيع الأكل العضوي وغيره من الأشياء، ويعمل ورش عمل ويأجر عليهم الأدوات، ويكون عنده قسم للأكل كمطعم. طبعاً واحد يقول هذه أشياء كثيرة، ليش دخل النقاط هذه كلها؟ الهدف من المفهوم أنك تفهم الصورة كاملة، أنك تفهم احتياج العميل بشكل كامل، وتبدأ تطور الفكرة من فكرة بسيطة إلى فكرة أكبر. هل معناه أنك بتنفذ الكلام هذا كله؟ ده ما هو شرط، لكن على الأقل يكون عندك صورة واضحة وشاملة لمشروعك. منها أول شغلة تعرف وش التحديات اللي بتواجهك، هذا واحد. اثنين، تخطط. ممكن أنك تبدأ فقط أنك تبيع الأكل العضوي، بس تكون جاهز للمرحلة اللي بعدها. بعد ما تستقر تبدأ إيش؟ تقدم الورش هذه. بعد ما الناس تتعلم من الورش هذه تبدأ تقول أجهز نفسي لتأجير لهم الأشياء هذه كلها. بعدها ممكن أنك تأسس لك مطعم يقدم الأكل العضوي فيه. فتحتاج مفهومك أنه هو متطور من خلال الأساليب هذه اللي مقدور عليها، فقط نتعلم الأدوات حقتها ونبني فكرة المفهوم للمشروع. وعلى ضوءها من المفهوم هذا نقرر وين تحدياتنا، وين الحلول، ومنها نقرر وش اللي نبدأ فيه، ويكون عندنا تصور لما نروح للمراحل اللي بعدها. من الأدوات اللي برضو تستخدم في تصميم مفهوم المشروع اللي هو قطع الليجو، يسمونها الليجو سيريس بلاي، وهي خاصة للبزنس ونستخدمها كثير. أنا شخصيا استخدمها بكثرة في المشاريع والتطوير، وكذلك العمل مع رواد ورائدات الأعمال. القطع الليجو هذه لها طريقة طبعا في تطبيقها وتنفيذها، وأسلوب في تيسير ورشتها، بحيث أن احنا نصمم مفهوم المشروع باستخدام الليجو. وعادة تبدأ بسرد قصة اللي هو المشروع ستوري حقته، ومنها ننتقل للتطبيقها وتصميم النماذج حقتها. طيب، الآن صار عندي مفهوم، صار المفهوم واضح، التحديات إيش الأشياء اللي فيه، والله صار فيه تطبيق جوال، صار فيه محل، معناه لازم أصلا يكون عندي نماذج أولية حتى المحل. نماذج أولية ما نتكلم عن محل متكامل، أو ما تكون بسيطة بأدوات بسيطة تساعدني على تنفيذها. في أدوات كثيرة لإعداد النموذج الأولي، وهذه سبع منها بمر عليها الآن واحدة واحدة. أنا عارف أن الوقت يعني يحتاج نستعجل شوي، بس بنمر عليها إن شاء الله. القصة المصورة أو الهيستوري بورد، وطريقتها إن عندي خدمة أبغى أقدمها، فأبدأ أرسم الخدمة وأتخيل الواحد مثلا هنا جالس على الجهاز عنا تقدم خدمة، راح استلم، وهكذا. وأبدأ أبني القصة لين ما أوصل للسيناريو حقها، بحيث أنها تكون واضحة لكيف أنا بقدم خدمتي من خلال هالقصة هذه. وهذه أحد الأساليب بالنماذج الأولية. خريطة النظام وخارطة النظام برضو هذه، خصوصا إذا كان عندي مشروع
يعني كبير وفيها أطراف كثيرة وفي نوع من التعقيد، أقدر أبدأ أبني خارطة النظام علشان أتخيل المشروع هذا بشكل متكامل، زي هذا خاص بمستشفى وما إلى ذلك. في يسمونه الإتريشن أو البناء التكراري، وتلاحظون الأساليب بسيطة، واحد قاعد يجرب يبتكر أدوات واتصال وما إلى ذلك باستخدام الورق والفلين والكاردبورد وغيرها. هذا أحد الأساليب ونستخدمه برضو كثرة ويستخدم كثرة. في الكونسبت موديل أو النموذج المفاهيمي، زي هذا صابون مثلا كبرودكت منتج، فأقدر أطلع أشكال. ترى مو شرط أنه لازم يكون من مادة الصابون أو غيرها، لا، ممكن يكون فقط يوضح لنا الشكل حقها وطريقة استخدامها، بحيث أني أقدر أشوف كيف بتكون على المغسلة أو غيرها وما إلى ذلك، أو حتى أي نموذج ثاني، منتج ثاني. صورة الخدمة السيرفيس إيميجز وغيرها، يكون عندي أسلوبها أني أشوف إيميج صور للمكان اللي أنا بشتغل فيه وغيرها، وأبدأ أرسم العناصر فيها وأتخيل كيف الخدمة هذه تتم من خلال، يعني بدل ما أبني شيء كامل وغير وما إلى ذلك، لا، أخذ صور لشيء مشابه للي أنا بشتغل عليه وأقدر أني أبدأ أحط الأشياء معه وأبدأ من الأشياء، بالذات في المنتجات اللي هو التصميم نموذج بالحجم الطبيعي واستخدام مثلا زي 3D printer وطابعات ثلاثية الأبعاد وغيرها، أني أصمم الشيء بالنموذج الطبيعي وممكن أني أجربه وأشغله. تجربة العميل User Experience في تصميم تطبيقات الجوال، تلاحظون اللي قدامكم على الورق، كله على الورق، هذه يسمونه Prototyping on Paper، نرسم الصور حقت التطبيق ونبدأ نعملها اختبار. وفي تطبيقات اليوم موجودة اسمها، لو بحثتوا بروتوتايب اون بيبر بتلقون تطبيقات تبدا تحط الاشياء ترسمها بيدك وتصورها وتحركها وتجربها بدون اي برمجه واي شيء، ما يحتاج اي خبره فيها، بس فقط لتصميم النموذج الاولي ونقدر نجربها. لو نشوف المثال هذا بشغله، كله على الورق، وهدفه ان احنا نختبر النموذج الاولي، ما يكلفنا شيء، نقدر عليه، ما نحتاج على قولتهم مبرمج أو غيره، أي شخص يقدر يقوم فيه ويجرب الفكرة مع آخرين من فئات مستهدفة ويختبر فكرته والنموذج الأولي. طيب، نروح للعنصر الآخر اللي هو المنتج أو الـ MVP، والمقصود بالMVP باختصارها المينيمم فايبل برودكت، اللي هو الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق. تمام، هو يحتوي منتج كاف على ميزات كافية لإرضاء العملاء في وقت مبكر ويقدم لنا تغذية لتطويره في المستقبل ولا يكون مكلف، وبنشوف أمثلة عليه. فممكن نقول رؤيتنا للمشروع أن يحتوي على ميزات سين وصاد وعين، الغسين الغصاد، وحاول تعمل سيميليشن أو محاكاة العين بحيث أن الناس تقدر تطبقها. تذكرون لما تكلمت عن الأكل العضوي، يبغى يبيع أكل عضوي، يبغى يدرب ويبغى يأجر أدوات ويبغى يقدم يسوي مطعم في الأكل العضوي وغيرها. طيب، ممكن أني ما هو لازم أني أعمل الأشياء هذه كلها في الـ MVP أو المنتجات، أعمل واحدة منها، ممكن تكون الورش التدريبية أو ممكن يكون المحل اللي يبيع، بالضبط وش اللي ممكن أبدأ فيه، ومنها أقدر أختبر الفكرة وأقدر أشوف ردة الفعل وأحاول أنها تكون هي اللي تكلفتها أقل شيء. زابوس هذه كمثال هي شركة اشترتها أمازون، هي تبيع لكمكم الأحذية. أول ما بدأت فكرتها عملوا موقع بسيط جدا جدا جدا، وأخذوا صور الأحذية وجزم وحطوها في الموقع، هذا الموقع الحالي، وكانوا يبغون يجربون هل الناس فعلا تشتري أحذية وجزم من الانترنت ولا لا ذاك الوقت، لأن الناس متعودة تقيس وكذا، وما كان عندهم لا مستودع للأحذية ولا شيء. فالواحد يدخل ويطلب، وبعد ما يطلب
هم جالسين يجيهم زي الإيميل، يعني ما عندهم سيستم ولا شيء. فلما يجي الطلب يروح للمحل حق الأحذية اللي جنبه ويشتري الحذاء ويرسله لهم بالبريد، لحد ما صار فيه فعلا طلب وشافوا أنها فعلا ناجحة، ومنها انطلقوا وطوروا وبنوا النظام وما إلى ذلك، وراحوا للتكاليف الكبيرة بعد ما نجحت تجرباتهم. وهذا الفرق بين الـ MVP والبروتوتايب. نموذج العمل هو نموذج للاختبار تطوير الأفكار، ويسمونه thinking with your hands، تفكر بيديك أكثر. هنا لا، صار تتعامل مع العميل وتتفاعل مع العميل. الأول ما كنت تتفاعل مع العميل، هنا لا، وصلت للعميل ونشرت قلت أنا موجود الآن. هذا مثال زابوس. في عدة أساليب وطرق لتصميم بناء النموذج الـ MVP. واحدة بأبسطها الجوجل فورمز، زين، نماذج جوجل. ممكن أنك تحط معلومات وتسوي لك نموذج لطلب منتج أو خدمة وتخلي الناس تعبيه وتشوف الطلبات اللي جايتك. هذه واحدة طريقة بسيطة. فيديو تعريفي. دروب بوكس لما بدأ كان بس فقط فيديو تعريفي في موقع يشرح الفكرة، ولما شاف تفاعل كبير مع الخدمة وطلب عليها وكذا، وكان مسوي محاكاة لها ما كانت موجودة، منها انتقل ونفذها. في برضو اللي يسمونه الكراود سورسينج، المواقع اللي تقدر تنزل فكرتك زي كيكستارترز وغيرها وتحط معلومات والناس تبدأ تدفع مبلغ على منتج اليوم ما هو موجود، على وعد أنك إذا وصلت، إذا جت طلبات بهالعدد أقدر أنتج وأبيع لكم وعد بعد فترة معينة. في لاندينج بيج، صفحة للوصول، صفحة بسيطة الناس تدخل عليها فيها لوجو فيها شغلات معينة بحيث أنها تشوف طلبهم للخدمة. وفيه اللي هو الفرونت إند آب أو موقع بواجهة معينة، ممكن يكون بسيط جدا يعني لمحاكاة المنتج، مثال زي زابوس أول ما بدأ. لو شفنا هذا الفيديو لمنتج اير سيلفي، هذا الفيديو كمثال أول ما بدأوا كانوا فقط فيديو، يعني ما كان واقع لشرح الفكرة، ومنها بناء على ردة الفعل وغيرها ومع ذلك والطلبات اللي جتهم بدأوا يطورونه وينتجونه. هذه واحد من الأمثلة على الـ MVP. من عند النقطة هذه يعني أحب أختم، وإذا كان فيه أسئلة أو استفسارات في الوقت المتبقي، لكن أبغى أرجع للنموذج هذا وأبغى أوضح نقطة معينة اليوم. أنت عندك فكرة، فيه تحويل الفكرة إلى مشروع ريادي وإطلاقه تمر بمراحل. هنا يبدأ عاد قرارك الشخصي، هل تبغى على طول من فكرة تبدأ تنفذ؟ فأنت بتمر بالمراحل هذه سواء رضيت أو لم ترضى، تمام؟ لكن أنك تمر بها قبل التنفيذ الفعلي والصرف الكبير بتوفر عليك مبالغ، بتخلص بسرعة وبتنتج بسرعة وتخفف نسبة الفشل.
فخلنا نحول فكرتنا من فكرة إلى مفهوم، ونصمم المفهوم ونعرف بالضبط إحنا وش مقبلين عليه، ونعرف وش التحديات اللي قدامنا، ونخطط مواردنا وأنشطتنا اللي بنشتغل بها، إلى تصميم النماذج الأولية ونبدأ نجربها ونبدأ نختبرها ونبدأ يعني نتأكد من نضج الفكرة ومن نضج المشروع اللي احنا نقدم فيه. معليش لو خذنا وقت وشاركنا الأشياء هذه مع المجتمع اللي حولنا وغيره، بحيث ان احنا نجرب ونحسن عليها بشكل أفضل. اقتنعنا، نبدأ نروح لتصميم المنتج اللي هو الـ MVP Minimum Viable Product. شفنا بعض الأمثلة، حول النموذج الأولي إلى منتج الحد الأدنى اللي أقدر أني أطلقه وأبدأ فيه. منها أبدأ أروح وأبدأ أحول هالمنتج هذا وأطلقه، أخطط له، يكون عندي دراسة كاملة، دراسة الجدوى، دراسة السوق، كل شيء جاهز عندي، بحيث أني أعلن وأطلق المنتج وأدور في نفس الرحلة التطوير والابتكار والتحسين. قد يقول شخص والله هذه رحلة طويلة وما إلى ذلك. أنا بالنسبة لي جربت اللي على قولتكم الرحلة القصيرة، بروح أنفذ على طول، لقيت أنها أطول وتأخذ مني وقت. في النهاية اكتشفت أني قاعد أسوي الأشياء هذه بطريقة ما هي فعالة ولا هي طريقة يعني ناجحة. في النهاية كثرة الأخطاء والمشاكل، لما تمشي بالطريقة هذه ترفع نسبة النجاح، تسهل علينا عملية تطبيق المشروع وتنفيذه بالشكل الصحيح بإذن الله. فهذه الرحلة إذا فعلا استطعنا نحن نتعامل معها وننفذها، فإن شاء الله يعني بنحقق نجاحات كثيرة. الشيء الآخر اللي ودي أقوله، اليوم في أدوات كثيرة، أدوات كثيرة، الموضوع صار سهل إن إحنا نتعلمه، والأسرار صارت موجودة ومتوفرة، سواء على الإنترنت، برامج تدريبية اليوم متوفرة الحمد لله، زي المحاضرات هذه اللي الجامعة ما شاء الله يعني تبدأ تطلقها، وغيرها من المراكز الأخرى اللي قاعدة توفر هالأساليب، الحاضنات، المسرعات اللي اليوم موجودة، فعندنا فرصة إن إحنا نبدأ نتجرأ ونخاطر. الخوف اللي فينا ان احنا ممكن نفشل اليوم صار غير مبرر، ونبدا نرتب نفسنا ونخطط ونبدا نتحرك ونطبق الاساليب هذه اللي ما تكلفنا كثير حقيقه، وتساعدنا ان احنا ننضج. حتى لو انا محتاج تمويل، لما يكون عندي نموذج اولي ومنتج MVP جاهز على الاقل شيء بسيط منه، حتى زي الامثله اللي تكلمنا عنها، هذه بحد ذاتها تعطي للمستثمر أو الممول أن عندي شخص ناضج فاهم مش قاعد يسوي، فتسهل علينا الحصول على التمويل والاستثمار. بدونها بس أنا عندي فكرة، يعني من الصعوبة أنك تجد التمويل للمشروع هذا، إلا من أشخاص وأصدقاء وأهل مؤمنين فيك وحابين يدعمونك. لكن في نفس الوقت أنت ما تبغى برضه تبدأ ولا قدر الله تفشل. هل معناه اللي بيروح من فكرة للتنفيذ ما يفشل؟ لا، ينجح، ممكن بعض الحالات تنجح، لكن تكون نجاح بعد معاناة كبيرة. فودنا نحن نخفف هالمعاناة هذه ونبدأ نطبق المفاهيم والأساليب هذه اللي من تجربة وتطبيقها وجدناها أنها ساعدتنا بشكل كبير في التغلب على التحديات المشاريع الريادية. فهي رحلة الواحد لو اليوم من هالحضور ما شاء الله اللي معنا تجاوزوا 200 أعتقد أو أكثر، بدأ يفكر فكره ويبدأ يرتب أدواته، يصمم بالذات اللي هو المفهوم المشروع وعناصره، ويبدأ يفكر فيه بشكل جيد. الأدوات هذه زي ما ذكرت سهل تعلمها وسهل اليوم البحث عنها، سواء من خلال قراءة أو التدريب أو غيره، أو وجودك في أحد الحاضنات اللي تساعدك في تحويل فكرتك إلى مشروع. وتلاحظون أغلب النماذج هذه بسيطة، كلها تعتمد على الرسم وعلى النماذج البسيطة وما إلى ذلك اللي تساعدنا في توصيل فكرتنا. ونفس الشيء بالنسبة للـ MVP يفترض فيه أنه ينفذ بدون أي تكاليف أو تكاليف كبيرة لتطبيقه.
بهذا نختم. كثير من الأدوات بس حبيت أنوه عليها موجودة في كتاب هذا من الفكرة إلى الريادة، وكثير من كيف تصف التحديات، كيف تولد الأفكار، كيف تصمم النماذج الأولية، وأدواتها بشرح مفصل اللي حاب يمر عليها. فما أدري هل في أسئلة؟ أنا أشوف الـ Q&A في بعض النقاط بس ما أدري، أحب أرجع للبداية ونشوف إذا في أسئلة موجودة. طيب، يقول ممكن مراجع في موضوعات الندوة. في مراجع موجودة طبعاً للأسف أغلبها باللغة الإنجليزية، وفي ذكرت اللي هو الكتاب من الفكرة للريادة، هذا أحد المراجع. فيه أدوات إحنا ناشرينها في موقع IB موجودة، ونحاول. أنا أكيد الجامعة برضو يعني ما شاء الله عندها محتوى تقدر توفره، ممكن نرجع للمحتوى برضو اللي لدى الجامعة. هل يمكن الحصول على نسخة من العرض التقديمي؟ المحاضرة هذه مسجلة، و نقدر أعتقد بتنشر في يوتيوب وغيرها من المحاضرات، ولا لا؟ نعم مهندس بسام، طبعا في يعني حابب اني اشكرك يا استاذ بسام، وان شاء الله يعطيك العافيه على هذه الندوه الجميله وهذه الاضاءات الرائعه اللي راح تنير يعني كثير من الشباب والشابات اللي عندهم حلم انه يبني مشروعه الاول. يعني واعتقد انه يعني نسبه كبير يعني منا يعني فكر يوم من الايام انه يعمل مشروع أو يعمل بزنس خاص فيه، يعني خاصة الآن أصبح الآن. لكن طبعاً إن شاء الله إن لقاءنا اليوم مسجل وراح ننشره وراح نرسله بالإيميل لكل الناس اللي حضروا معنا الليلة. ممتاز. وراح نعمل برضو ملخص لهذه الندوة وننشره على مدونة الـKQX إن شاء الله بإذن الله. مهندس بسام الله يعطيك العافية، بالنسبة لل يعني الكثير يعني في الفترة الحالية يعني صار يتخوف من فتح المشاريع، يعني نعم، هل هذا التخوف مبرر؟ والله أنا هذه ملاحظها بشكل كبير. زين، إذا نبغى نقول هل التخوف هذا مبرر يعني من ناحية السوق من ناحية الاقتصادية، أنا أقول غير مبرر حقيقة أبدا. الوضع يعني أنا من ناحيتي اللي قاعد أشوفه قاعد يتحسن بشكل كبير وفي فرص كثيرة، فما أعتقد أن الخوف مبرر هذا أبداً اليوم. كثيرين يعني يتكلمون عن وضع اقتصادي وغيره، بالعكس أنا أشوف ما شاء الله اللي بدأوا تجرأوا بس اشتغلوا بطريقة مرتبة وواضحة يشوفوا ما شاء الله يحققون النجاح. فرص التمويل كثيرة متوفرة اليوم، المحاضرات وغيرها والمنصات وهذه سهل على الواحد اليوم، مو زي قبل. يعني اليوم الواحد سهل عليه يتعلم ويطور نفسه، لكن لا نجي ننطلق وبس كذا على طول أبغى أفتح وأبغى أستأجر وأبغى أطلع سجل وما إلى ذلك. لا، نبني نفسنا وننضج نفسنا وننضج الفكرة. غير مبرر إذا استعجلنا وبدينا نلخبط حقيقة، لكن اليوم لا، بالعكس أنا أشوف الوضع مرة ممتاز. ابحث عن التوجهات الترند اليوم، مثلا خلنا نأخذ مثال الترفيه يعتبر والسياحة شيء أساسي اليوم في الرؤية، وفيه توجه بشكل كبير بها وفي أبرز كبيرة. طيب وين الفرص هذه؟ وأبدأ أبحث عنها وأبدأ فيها كمثال، وغيرها من الفرص اللي نقدر نبتكر فيها. مهندس بسام، بالنسبة للأفكار، هل شرطا أن الواحد على أساس أنه يفتح مشروع لازم أنه يجيب فكرة جديدة؟ يعني أين يكمن سر الابتكار؟ هل هو أنه يجيب منتج جديد لم يسبق له أحد، أم في الأسلوب، أم في طريقة التقديم؟ خلنا بضرب مثال. اليوم أكثر الابتكارات هي حقيقة في اللي يسميه نموذج العمل. زين، خلنا نأخذ أوبر. أوبر هي شركة لوموزين، على قولتنا احنا شركة لوموزين تاكسي. زين، لكن وش اللي سووا؟ غيروا نموذج عملهم.
السائق اللي في شركة الليموزين العادية اللي هو موظف أو شركة التاكسي كان يوظفون سائقين ويشترون سيارات زين ويبدون يبدون يحطونهم في الشوارع ولا يخلون يوصلون الناس. غيروا نموذج العمل، حولوا السائق من موظف إلى عميل، والسيارة اللي كانوا السيارة اللي هي شركة التوصيل اللي لازم تشتريها وتملكها بغض النظر على أساس أنها تستخدم، خلوا السائق هو اللي يجيبها، وحطوا نموذج عمل جديد وابتكروا التطبيق اللي يعني يتواصل بين العميل والسائق، فصار السائق عميل بالنسبة لهم ما صار موظف، فابتكروا نموذج عمل جديد مختلف. أنا هذا اللي مقصود، يعني اليوم ممكن تكون الفكرة أو المشروع موجود لكن نغير على نموذج عمله وطريقة التعامل معه ونبتكر شيء جديد في نموذج العمل في طريقة تقديمنا للخدمة أو للمنتج حقنا. فممكن في شيء موجود ونطوره ونغير عليه ونبتكر نموذج عمل جديد، أو أحيانا نبتكر منتج أو خدمة جديدة، أو أن احنا نغير. يعني اليوم مثلا كثرة تطبيقات التوصيل، من الخطأ أني أرجع اليوم وأقول بسوي تطبيق توصيل وغيره. ابحث وين الفجوة اللي موجودة. يعني شخص عندنا في الحاضنة بدأ فكرة توصيل بسيطة يعني نفس التطبيقات، لكنه إيش بدأ يبحث كل يوم، يطلب من مكان كل يوم، يجرب كل يوم كذا، لين وصل الخلطة، شاف الأخطاء، شاف التحديات، شاف الفجوات عند هذا وهذا وهذا وهذا، ووصل إلى نموذج عمل مختلف، والآن قاعد يجهز نفسه إلى أن يطلقه. فهذه كلها من ناحية اختبار السوق والتجارب ما تكلفنا شيء، فنقدر نبتكر نماذج عمل جديدة ونطلقها. دكتور، فيها يعني أحد الأخوات تقول أنا عندي فكرة تطبيق، فكرة تطبيق، لمين أروح علشان أحفظ فكرة التطبيق؟ طيب يعني خايف أن تنسرق الفكرة يعني. طيب أول شيء الفكرة ما هي فكرة تطبيق، هي فكرة مشروع تجاري. التطبيق هو أداة أو قناة للتواصل بين المشروع والعملاء. فرجاء لا نقول عندي فكرة تطبيق، أنا عندي فكرة مشروع لكن التطبيق هو العنصر الرئيسي. لازم ننتبه من النقطة هذه، لأن لما نقول فكرة تطبيق معناه بركز على تطوير التطبيق وأنسى العناصر الثانية. صح، فهذه واحدة لازم ننتبه لها، هذه نقطة. الشيء الثاني من ناحية أني أحفظ حقوقي وما لك، هل أول شيء هذه الفكرة يعني حتى لو كانت الفكرة التطبيق أو التطبيق نفسه يعني موجودة أو في شيء شبيه فيها، أو حتى لو أنها مين موجودة أحد بيحاول يقلدها، القضية مين بالقضية التطبيق، هي مرة ثانية في النموذج العمل والمشروع نفسه. حتى لو حفظت حقه وطلعت التطبيق، ممكن ببساطة غيرك يبدأ يعدل ويطلع شيء مشابه وانتهينا. لكن لما نتكلم عن حفظ الحقوق، اليوم فيه هيئة جديدة اللي هي هيئة الملكية الفكرية، هي ما كملت سنة حتى الآن ولكنها قاعدة تخطو خطوات رائعة، وهدفها هي برضو حفظ الحقوق والأفكار وحتى الأمور الفنية وغيرها وما إلى ذلك. فالآن يعني يمكن مع بداية الربع الثاني من 2020 بتبدأ تظهر مراكز يسمونها مراكز ابتكار تقنية وغيرها منتشرة في المملكة إن شاء الله، وممكن تكون في الجامعات، يمكن يكون أحد الفروع في جامعة الملك خالد، أنا ما أدري، بس غالبا توجههم يتعاونون مع الجهات بحيث أن الشخص يروح للمراكز هذه عنده قدرة للوصول، قواعد بيانات كثيرة، يقدر يعرف الفكرة الموجودة مكررة أو غيرها، وممكن من المراكز هذه يبدأ يحفظ حقوقه. لكن لا يعني نحاول نركز على حفظ الحقوق لأنه سهل تقليدها وتغييرها وتنفيذها، فنركز على أن يطور النموذج وطور الفكرة وأبدأ أنفذها وأطلقها بطريقة مرتبة وتنطلق. أنا من الناس اللي ما عندي تحفظ على الأفكار وأتكلم عن الأفكار مع الناس، في فكرة هذه الفكرة هذه الفكرة هذه، في النهاية التنفيذ هو اللي بيفرق ما هي الفكرة نفسها. مهندس بسام، بس لو تكرمت تعيد الفرق بين نموذج العمل ونموذج الـ MVP. الـ MVP
إيش الفرق بينهم يعني في التطبيق يعني؟ الـ MVP اللي هو الـ المنتج نفسه اللي الآن أنا أبغى، أو الخدمة اللي أبغى أبيعها نفسها. حلو. اللي بتحقق منفعة الفئة معينة من المستهدفين لي، تمام؟ نموذج العمل يعطيني الصورة شاملة، مو فقط بس المنتج أو الخدمة اللي بقدمها اللي هو الـ MVP والفئة اللي أنا استهدفها، برضو نموذج العمل يوضح لي قنوات التواصل اللي بيني وبين العملاء وعلاقاتي معهم، يوضح لي من هم شركائي برضو اللي بأقدر لازم أتعاون معهم وأتفاعل معهم على أساس أني أقدر أنفذ هالفكرة هذه وأطلقها، وبرضو نموذج العمل يوضح لي الموارد اللي يحتاجها علشان هالفكرة هذه تنجح، ويوضح لي العمليات التشغيلية اللي أحتاج أن تكون موجودة عندي علشان أقدر أطلق الفكرة هذه، وبرضو نموذج العمل يساعدني في حساب العوائد والتكاليف على المشروع. فهو يعطي نظرة أشمل من الـ MVP. الـ MVP اللي هو المنتج أو الخدمة، نموذج العمل يعطيني عناصر كذا، وهذا اللي أحتاجه في مرحلة الإطلاق لما أطلق، يكون عندي نموذج عمل متكامل، عارف بالضبط وش اللي عندي وش تفاصيله وش احتياجاتي على أساس أقدر أنفذه، ويساعدني على بناء خطتي التنفيذية، ويساعدني على معرفة دراسة الجدوى وغيرها وما إلى ذلك. أتمنى أني قدرت أوضحه. يعني النموذج العمل هو ممكن يكون على الورق يعني كتابته، لكن الـ MVP هو الشيء الملموس يعني، سواء نعم كان تطبيق، سواء كان منتج، سواء أي موقع. نعم، موقع وغيرها أو تطبيق أو غيرها. نعم جميل، اللي هو الشيء الملموس الـ MVP، النموذج اللي هو التخطيط وعلى الورق اللي أقدر أبدأ أطبقه بشكل متكامل. طيب مرحلة الـ MVP تسبق مرحلة الإطلاق، إيش الفرق بين مرحلة الإطلاق والـ MVP؟ الـ MVP اللي هو الحد الأدنى المنتج اللي بطلقه الآن، اللي برضو أباخذ منه من الفئة الأولى من العملاء تغذية راجعة تقول لي هل المنتج هذا أو الخدمة فعلا هي ناجحة ولها قبول، وأبدأ أتوسع فيها وأنفذها بشكل متكامل. يعني لما ضربت مثال زابوس حقت الأحذية الله يكرمكم، طلعوا MVP تطبيق أو موقع إلكتروني بالعكس، بس بسيط، وتطلبهم يروحون يشترون الأحذية ويوصلونها لك، يعني ما عندهم لا مستودع، ما عندهم موظفين، ما عندهم شيء زين. ومنها عرفوا فعلا أن في ناس ممكن أنها تشتري الأحذية من الإنترنت وغيرها وما إلى ذلك، عرفوا مشاكل الترجيع، الناس ترجع ما ترجع، وش الأخطاء اللي تصير، وجمعوا المعلومات هذه وطوروا الفكرة بشكل أكبر وأطلقوها بالشكل الكبير اللي نشوفه اليوم. طيب جميل مهندس بسام، كيف أعرف أنا كرائد أعمال وأنا في مرحلة الـ MVP إن أنا جاهز للإطلاق؟ هل بعدد مبيعات معينة؟ هل بعدد يوزر معين مشترك في الموقع أو في التطبيق؟ هنا يجي عاد هذه نقطة مهمة، يعني على حسب وش الحالة اللي عندك. هنا تحتاج واحدة من الأشياء في تصميم النموذج اللي هو الـ MVP، إنه يكون عندك معايير لقياس نجاح الفكرة. بعضها فعلا اللي هي قضية عدد الزيارات، عدد الطلبات اللي جتني اللي تبغى تشتري المنتج، وغيرها من الأشياء اللي ممكن أقيس فيها هل فعلا هذا فيه احتياج ولا لا. فمن الأشياء هذه عدد الطلبات، عدد كذا، أقدر أقيس هل فعلا هالنموذج هذا ناجح ولا لا. كثيرين اليوم طلعوا مشاريع شفناها وتصرفوا مبالغ وطلعوا تطبيق، وشفت حالات كثيرة يعني الفترات الماضية وإلى قريب كم يوم، وعدد الأشخاص يعني في ناس صرفوا ملايين، 3 مليون أذكر واحد، 300,000، 100,000، 30,000 حتى، وفي النهاية عدد التحميلات للتطبيق واحد فقط. فوش السبب؟ يعني صرفوا المبالغ هذه، كان ممكن يصرفون مبلغ بسيط جداً يطلعون الأشياء هذه كلها ويختبرونها ويطورون عليها. الآن لما تصرف مبلغ كبير تبقى تطور وتعدل، تصير التكاليف عالية برضو، تبدأ تدخل في الدوامة هذه.
لو ترجع الشريحة اللي فيها الـ MVP اللي فيها دورة الحياة كامل المربعة هذاك. أبشر. أي هذا. إذن يعني تصورها؟ أي يعني الموضوع يبدأ من فكرة. من الفكرة. نعم. من النص هنا الفكرة. وهنا تلاحظون قايل حاول سريع مختصر نختم به اللقاء الليلة. أي نعم. نبدأ من النص من الفكرة. ولما تقول أنا عندي فكرة، فكرة تطبيق، طيب أوصف الفكرة هذه، أوصفها كمشروع. زين. من الفكرة هذه حولها إلى بزنس كونسبت أو مفهوم. زين. كله فقط رسم وتخطيط وما إلى ذلك وترتيب الأفكار، منه عميلك وش يبغى وش علاقته وش العناصر الأخرى اللي في المشروع، رحلته، قصته، كل الأشياء هذه تبدأ توصفها في مفهوم الفكرة أو مفهوم المشروع، بزنس كونسبت، اللي هي هذه المرحلة. بعدين ننزل اللي هو من المفهوم إلى النموذج الأولي، نبدأ نعمل البروتوتايب، النماذج الأولية اللي هي المقصود فيها. لو كان تطبيق أسوي الورق اللي وريت اللي شفناه، رسم على الورق يسمونه بروتوتايب أون بيبر. نعم. أحيانا إذا كان منتج أو شيء نسويه من الفلين. مثال مكدونالد لما سووا فرعهم الأول أو اللي بدأوه في البداية، كان وطريقتهم في تطوير وتقديم الخدمة السريعة، كانوا حاطين رايحين زي المساحة، مكان فاضي، أرض فاضية، وعندهم مساحة المحل حقهم، حطوا حدود على المساحة هذه بالتيب، وبدأوا يحددون وين القلاية، وين مدري ويش، وشلون قدم الخدمة، ويبدون يتحركون يشوفون، لا والله هنا في تصادم، لا فينا كذا، نعدل، كلها على رسم، على تجارب بالشكل هذا. لين ما وصلوا للشيء المنطقي والتوزيع المنطقي اللي يقدرون يقدمون الخدمة بسرعة واللي ينافسوا فيها الآخرين. فهذا هو المقصود باختبار النموذج، تصميم النموذج الأولي واختباره. أحياناً نروح للـ MVP، لكن أحياناً نقول لا تستعجل، على قولتهم ناقش، شارك فكرتك مع الآخرين اللي تثق فيهم، ومنها ممكن أنك ترجع مرة ثانية لتطوير فكرتك، هذا احتمال، تعدل عليها وتبدأ الدورة من جديد. وأحياناً تلقى الأمور ماشية معك بشكل جيد، تروح للـ MVP. من الـ MVP اللي هو Minimum Viable Product، تقرر وش الجزئية الأولى اللي بتبغى تبدأ فيها، الحد الأدنى اللي على ضوءه ممكن أنك تبدأ، وفعلاً يبدون الناس يشوفون، يقولون والله هذا عند الشركة، هذا بيبيع، هذا كذا، وتشوف تفاعل الناس معك. هنا صار في بيع، هنا الآن صار في شغل. النموذج الأولي ما في شغل، يعني بيع وكذا، اختبارات أولية. نعم. هنا بديت تتفاعل مع الجمهور والعملاء، ومنها وتقوم بأقل التكاليف، ومنها تطلع بأشياء جديدة تقدر أنك تطور وتحسن عليها، وبعدها تروح لمرحلة الإطلاق. الآن تبدأ تخطط للإطلاق، تسوي نموذج عملك بالتفصيل، التفاصيل هذه كلها، إذا أنت محتاج تمويل تجيب تمويل، وفرص التمويل الحمد لله كثيرة اليوم، سواء من الجهات الحكومية زي بنك التنمية الاجتماعي أو غيره، أو مستثمرين، بحيث أنك تطلق منتجك بالشكل الصحيح، وتبدأ على دورة الحياة، ترجع مرة ثانية تبدأ تبحث وتبتكر وتطور، سواء في منتجات جديدة أو في نفس المنتج، وتأخذ الجولة مرة ثانية. أعطيك العافية مهندس بسام. حنختم يمكن بسؤالين ونختم لقاءنا الليلة. الأخ أمير يقول: هل توجد جهات استشارية بالمملكة لتبني الأفكار وتحويلها إلى منتجات؟ طيب، هذه سؤال مهم. إذا عندك فكرة لا تشاور أحد، هذه قاعدة. متى تبدأ تشاور الناس؟ إذا وصلت هنا في المنطقة هذه، إذا جيت في المنطقة هذه تبدأ تستشير. من هنا إلى تقريبا هنا هذا شغلك أنت. إذا عندك فكرة وتبغى واحد يصمم لك المفهوم ويسوي لك النموذج الأولي، ما صار مشروعك ولا فكرتك، صارت مشروعه وفكرته. هذه المراحل بالذات اللي هنا هذا شغلك أنت. إذا تبغى تروح لواحد تقول أنا عندي فكرة صمم لي وش رايك أسوي كذا، هذا أكبر خطأ. هذا شغلك، ما يكلفك شيء، تكلفته الصفر، بس جهد ووقت منك، ويمكن بعض الأشياء البسيطة. تمام.
هنا ممكن أنك تبدأ أحد يساعدك في بعض الأشياء التقنية أو غيرها إذا لزم الأمر، لكنها بسيطة وغير مكلفة. هنا فعلاً هنا تدخل لما تجي الإطلاق وكذا، ممكن تحتاج مستشار مالي يسوي لك الأمور المالية وخطة المالية، ممكن تحتاج مستشار التسويق يسوي لك خطة التسويق وهكذا، بحيث أنك تكون فعلاً تخطط بشكل صحيح وتطلق. قبل نصيحة أنا دائماً أقول، لا، إذا أنت في المرحلة هذه في الفكرة لا تروح تشاور أحد أنا عندي فكرة وش رأيك فيها، ابحثها أنت بنفسك. زين، وش اللي بيصير عليك؟ حد أمرين، يا أما أنك تكتشف أن الفكرة خطأ وتلغيها، يا أما أنك بتكتشف أن الفكرة سليمة وتمشي، أو شيء في النص. لما تبحث تتطور معك الفكرة بأشياء جديدة، لأنك تكتشف أشياء جديدة تعلمتها ونضجت وتعدلها وتطلع بشيء جديد ممكن. يعطيك العافية. يمكن آخر سؤال نختم فيه لقاءنا، دكتورة وجدان الخليفة تقول، يعني هذا يمكن له علاقة شوية بالتعليم، يقول طريقة إنتاج ريادة الأعمال في مجال التعليم. يعني ما أدري صراحة سؤالها ما فهمته بالضبط، يعني هل يمكن المقصود قلة المشاريع الريادية في مجال التعليم، المنتجات والخدمات يمكن؟ والله ما أدري صراحة هل هي قليلة ولا لا، لكن يمكن اليوم أثرها أشياء ثانية، توجهات وترندز مركزة على الناس، زي مطاعم قهوة مختصة، زي التطبيقات وما إلى ذلك. لكن اللي أشوفه يعني على الأقل عندنا محاضر، عندنا كذا مشروع مركز على التعليم والتطوير الأشياء هذه كلها. قد يكون أحياناً المجال التعليم يمكن الاعتماد على المحتوى بشكل كبير وصعوبة توفير المحتوى، يمكن هذه أحد التحديات اللي يواجهونها في المشاريع التعليمية، وهذا اللي أنا أشوفه أكبر تحدي بالنسبة لهم، اللي هو المحتوى وتوفيره في المشاريع الريادية هذه. وقد يكون هذا السبب، ما عندي صراحة تفصيل أو دراسة، لكن فعلا يعني لما نسمع عن المشاريع اللي اليوم تطلع وتنتشر، يعني قليلة اللي طلعت في مجال التعليم اللي برزت حقيقة. أعطيك العافية مهندس بسام، وخصيصة حنا عقدنا ندوة قبل تقريبا أسبوعين أو 3 أسابيع، كانت أول ندوة في سلسلة الابتكار، كانت عن الابتكار في مجال التعليم الإلكتروني، قدمها الدكتور عبدالله المحية، وصراحة طرح نماذج جديدة ومبتكرة في مجال التعليم بشكل عام، سواء على المستوى المحلي وزي المنصات زي أكاديمية نون وبعض المنصات العالمية زي كوراسيرا، وكيف أنهم دمجوا المشاريع الريادية، أصبحت هذه كلها مشاريع ريادية ومنتشرة على مستوى العالم. فالله يعطيك العافية مهندس بسام. طبعا أستاذ بسام عنده حسابه في تويتر، تكتب بسام الخراشي راح يطلع لك، بسام الخراشي راح يطلع لك في تويتر، ممكن إذا عندكم أي استفسارات معه أو أي استشارات ما يقصر معاكم إن شاء الله. أنا حاضر أبداً بأي تواصل دائماً. الله يعطيكم العافية، شكراً لك مهندس بسام، وشكراً لجميع الأخوة الحاضرين والحاضرات على حضورهم في هذه الليلة الجميلة الممتعة اللي استفدنا منها جميعاً، وإن شاء الله بإذن الله تتحول كل الأفكار التي في أذهان الحاضرين والحاضرات معنا إلى مشاريع نشوفها بإذن الله مستقبلاً. إلى أن نلتقي بكم بإذن الله في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.